في شمال إسرائيل؟ زحل، لافت في هذه النقطة أن في أي منطقة في العالم عندما يتم هناك عملية دهس أو حتى يعني أي اختراق للقوانين أو ما إلى ذلك، يتم على الأقل يعني سجن هذا المنفذ أو سجن هذا الشخص الذي اخترق القانون. ولكن في إسرائيل ماذا يتم اتباعه هو شرعنة قتل أي شخص يقوم بمثل هذه العمليات حتى قبل تحقيق. يعني من الممكن أن يكون في بعض الأحيان أن هذه ليست عملية أمنية وإنما بالفعل هي عملية دهس عن طريق الخطأ، ولكن ليس فقط أي أحد يقوم بهذه العملية ولكن أي أحد يشتبه في أنه سيقوم بالعملية. لأنه إذا تتذكري لنا فيما يتعلق بحادثة أخرى، كانت حادثة طعن، قام مستوطن بقتل إسرائيلي كان يعتقد، أو إسرائيلي قتل إسرائيلي آخر كان يعتقد بأنه فلسطيني. بالفعل هذه هي النقطة، يعني قبل حتى التأكد وقبل فتح التحقيق وقبل تقديم أي اتهامات يتم شرعنة قتل هذا المنفذ أو قتل هذا الفلسطيني بمجرد حتى الاشتباه به دون أن يكون هناك أي دلائل على أمر على أرض الواقع. لذلك هذه نقطة أساسية. لن أعتذر لك على المقاطعة، ولكن يعني ونحن نتحدث معك نعرض أيضا هذه المشاهد. هذه مشاهد متداولة لعملية الدهس الثانية قرب حاجز حزمة شمال القدس، إذن في الضفة الغربية والقريبة من شمال القدس. إذن مشاهد متداولة لعملية الدهس الثانية قرب حاجز حزمة. إذن هذه الصور، إذن مشاهدين، من عملية الدهس الثانية التي تقع اليوم، وهذه مشاهد لهذه العملية. لانا تتابعين معنا هذه المشاهد اذا كان لديك ايضا تفاصيل. نعم ضحى، لكن فقط دعيني اشير الى اخر التطورات الان في هذه الاثناء. على ما يبدو أن رشقة طرقية جديدة تطلق على الجليل الأعلى، صفارات إنذار تدوي في منطقة الطمرة، في منطقة كابول، مجد الكروم، معظم هذه البلدات هي بلدات عربية الآن يتم إطلاق صفارات إنذار فيها. ودعينا ضحى نذكر بأن معظم البلدات العربية داخل إسرائيل يعني لا يوجد لديها أي أماكن آمنة للذهاب إليها من قبل هؤلاء العرب أو الفلسطينيين الداخل، حتى يعني تم نقل بدل من توفير من قبل السلطات الإسرائيلية من توفير ملاجئ مثل ما يتم توفيرها في كرميئيل ومستوطنات أخرى، تم إحضار عبارات للصرف الصحي وتم وضعهم في البلدات العربية حتى يختبئ فيها الفلسطيني. الحديث عن معظم البلدات العربية 60% من المنازل لا يوجد فيها ملاجئ، حتى الملاجئ العامة التي هي من اختصاص ومن ضرورة أن يتم تحضيرها من قبل السلطات الإسرائيلية هي تقريبا غير موجودة في البلدات العربية مقارنة في المستوطنات الدائما يتواجد فيها، سواء في الأماكن العامة، في محلات البساط، في متاجر، في أي مكان يتواجد هناك ملاجئ، وحتى في كل منزل لدى الإسرائيليين يتواجد أيضا ملاجئ يستطيعون توجه إليها. لذلك عندما نرى إطلاق هذه الصواريخ وسقوط بعض الصواريخ أو الشظايا كما حدث قبل يومين أو بالأمس في مجد الكروم، هناك كان إصابات لدى العرب بسبب عدم توفير السلطات الإسرائيلية هذه الملاجئ الضرورية للعرب. نتابع معك أيضا لنا كل جديد يرشح حول هذه العمليات، عمليتا دهس اليوم في إسرائيل. كنا تابعنا معكم مشاهدينا الصور المتداولة لعملية الدهس الثانية تحديدا قرب حزمة شمال القدس، وأيضا فيما يتعلق بعملية الدهس التي كنا تابعناها طوال اليوم وهي التي تعتبر عملية الدهس الأكبر التي تقع داخل الداخل الإسرائيلي وتتسبب بعدد كبير من المصابين وربما القتلى حتى في بالقرب من قاعدة جليلوت وفي منطقة حساسة للغاية. نتحدث عن منطقة فيها مقر للموساد الاستخبارات وأيضا معسكرات إسرائيلية في تلك المنطقة أيضا. وتابعنا التصريحات سواء من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو حتى من وزير الأمن القومي إتمار بن غفير فيما يتعلق بعملية الدهس. كان موجود في موقع الدهس وقال أدعم
الشرطة والمواطنين الذين يطلقون النار على منفذي العمليات. إذن نتابع معكم هذه الصور. إذن مشاهدينا من موقعي عمليتي الدهس اليوم في إسرائيل. أذهب للمحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، وأيضا من القاهرة الدكتور صبح ياسيل رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ عصمت فيما يتعلق بعمليتي الدهس اليوم، وكم تمثل هذه العمليات سواء عمليات الدهس عمليات الطعن تحدي كبير بالنسبة لإسرائيل، كون أنها عمليات فردية لا يمكن لأي استخبارات أن تعرف عنها أي معلومات. صحيح، يعني كلمة تحدي ربما هي أكبر، يعني أكثر كلمة ملائمة لوصف هذه الحالة. هذا تحدي أمني، هذا شخص يخرج الصباح من بيته وفي لحظة يقرر أن ينفذ عملية، ربما يشاهد بالصدفة جندي أو معسكر أو حاجز ويقرر أن ينفذ العملية، وهذا نتيجة تفاعل كثير من حالة الاحتقان والصور والمشاهد وأيضا الوضع والضغط الذي يعيشه الفلسطينيين، وليس بالضرورة أن يكون خلف أحد. وهذا نوع من العمليات لا يمكن لا تنبؤ به ولا منعه. الآن بن غفير كما قلتم يعني في مكان العملية يقول عن إبعاد العائلات، عن سحب الجنسية، عن اتخاذ إجراءات عقوبية، يتحدث قبلها عن قانون الإعدام. يعني من يذهب لعملية من هذا النوع هو لا يردع قانون الإعدام، وأيضا إبعاد العائلات يأتي بعد العملية، وبالتالي هذا لا يشكل حل. توزيع السلاح بكثافة أيضا ربما يؤدي أنه مواطنين والذين أشاد بهم إلى إطلاق النار، ولكن هذا لن يعني سيكون بعد أن تكون العملية قد وقعت. على فكرة هذه العمليات بلغت ذروتها في 2015، وعندها حاولت الاستخبارات الإسرائيلية وبخبرات من كل المجالات أن ترسم بروفايل صورة للمنفذ المحتمل، يعني أن تحاول أن تتنبأ من يمكن أن يكون مرشح أن ينفذ، وهذا لم ينجح. يعني ليس بالضرورة أن يكتب على صفحته على السوشيال ميديا أو يكون متابع لقضايا معينة أو ينتمي لجهة معينة أو من وسط اجتماعي، أو كان هناك أطباء، كان هناك أشخاص عاديين، كان هناك فقراء، كان أغنياء، كان من فئة عمرية مختلفة، وبالتالي لم يستطيعوا أن يحصروا مثلا أنه هذه الفئة هي الأكثر يعني عرضة أنه تنفذ مثل هذا النوع من العمليات خاصة كونها فردية. أنا أريد أن يعني بعد إذنك تحدثت عن كلمة نتنياهو، الآن في نفس المكان تحدث جالنت أيضا. صحيح. أريد أن أقتبس جملة مهمة قالها جالنت ربما فيها تفسير. هو قال ليس كل هدف يمكن تحقيقه بالقوة، هناك أهداف تحتاج إلى تسويات مؤلمة وتنازلات صعبة. ربما هذا يعني أن القوة ليست حل لكل شيء هو المفتاح الذي يجب أن يدركه نتنياهو واليمين لمواجهة هذه التحديات. لو هذا يأتي من وزير الدفاع الإسرائيلي نفسه والذي يقود هذه العمليات. نعم. سواء في قطاع غزة أو في جنوب لبنان. صحيح صحيح تماما، ووزير دفاع في فترة ذكرى 7 أكتوبر وهو الحدث الأضخم. هل يعني ذلك تحولا باعتقادك في المرحلة المقبلة، أم سيصطدم بنفس التيار الذي ينتمي إليه بن غفير؟ أستاذ عصمت، طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال. أعود لضيفي أو أذهب لضيفي دكتور صبح ياسيل رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية فيما يتعلق بنفس السؤال. تصريحات من وزير الدفاع الإسرائيلي تقول تنازلات مؤلمة ربما يجب أن نقدمها أو مضطرون أن نقدمها، وفي نفس الوقت إتمار بن غفير يتحدث عن النقيض تماما. هل إسرائيل أمام هذا التحدي المستمر في إحباط محاولات من هذا النوع يمكن أن تتجه في اتجاه ما يتحدث عنه وزير الدفاع؟